بسم الله الرحمن الرحيم. بدوري أهني صديقي وزميلي استحمد على ترشحه لرئاسة عند فرع الجهة وجهة فاس مكناس. كلنا فائزون في هذا اليوم هو إخوان الصحفيين. ضروا لهنا ضروا لهنا هنا هنا كما قلت بان الجسم الصحفي ديال جهه فاس مكناس والسبع اقاليم المكونه له هي اللي انتصرت في الحقيقه، لانه كما قلت انا في الكلمه ديالي متتبع يعني شيئا ما المسار ديال الفيدراليه تحسن الاختيار. يجب ان نحن اللي نكونوا في المستوى ان شاء الله. العمل ديالنا غادي يبدا كما قلت في ثلاثه ديال النقاط اللي هما اساسيين، نهيكلوا راسنا مزيان، نتكونوا ونتفطروا ونطالبوا ديك الساعه بالدعم مزيان. انا بالنسبه لي كما قال في الكلمه التوجيهيه سي نور الدين، واللي هي يعني اللي غادي تكون واحد خريطه الطريق ديالنا، هو اننا احنا في الفرع الجهوي سنراعي التقصير ديال جميع المدن اللي هي كتكون هذه الجهه وكذلك مقاربه النوع. اذا باسمكم جميعا تنشكر اخواني وزملائي الصحفيين، وكذلك تنشكر كل من وضع الثقه في هذا العمل الضعيف يوسف السوحي، وكذلك كنشكر الاخوان المكتب التنفيذي للفيدراليه، وكذلك ضيوف يعني ورؤساء الجهات الخاصه بهذا التنظيم العتيد. ونتمنى اننا نكون في المستوى ولله الشكر. شكرا. تحية للجميع، تحية لإخواني وغوفي الثقة 14 كنشكرهم الشكر الجزيل، وتحية للإخوان كذلك اللي ودعوا الثقة للرئيس ديال الجديد سي يوسف. أنا أقول لكم الحقيقة، أنا هذه ثلاث أيام منين تعلمت أنني خصني نترشح، جاو عندي الإخوان قالوا لي خصك ترشح فاس ما نخليوهاش قوي. ثلاث أيام البارح جلست معاهم في الصباح وقلنا قلت لهم سيدي خصني نترشح له شحال من الترشيحات عمري ما ترشحت فيها. كنت في المنتدى ديال الصحافه ديال فاس مع الزملاء هنا في فاس، مع الزملاء المهنيين الحقيقيين، وشتغلنا في المنتدى ولكن دابا ربيع عربي ومشينا بحالنا. انا كنقول للاخوان الفيدراليه هي هذه، هو برد المفتاح، هما الزملاء، هما الفساد اللي كنعرفهم مزيان، هما اللي كنقولوا خصنا نشتغل وخصنا الجسم يبقى يجتمع، ما بغيناش 21 عام، خاصنا بغينا كل سنه كل شهر تزورنا مرحبا بك. جميع الزملاء جي زورهم، وانا كنقترح للسيد الرئيس الجديد انه يفكر في العنصر النسوي باش يوجدوه داخل هذا المكتب هذا، لان العنصر النسوي ما ترشحش مع كامل الاسف. كنت خصو يكون ترشيح رمزي، اذا كان عندها شي سميتو خصو يكون ترشيح رمزي الصراحه معنا في الرئاسه، ولكن ما كتبش. ولكن انا كنطالب ان العنصر النسوي ضروري يكون في هذا المكتب هذا، والشكر الجزيل وكنهنيك ونهنيك مره اخرى الرئيس، وكنهنى مرة أخرى سي نور الدين المفتاح بالكاريزما ديالو قدر ينجح المؤتمر، وأن ما تهرس لا كاس ما تهرس لا طرا وفقط الله. حيت فاس تقول والله ضاع علينا فاس 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 كيوسعوا كاس كيوسعوا فاس. دابا الحمد لله الكوديم والكوديم والماس راهم صافينا وحده. تحية لقائنا الجميل عبد الله المشواحي. يوسف السوحي، يوسف السوحي، غادي ما يزيد ياك، يوسف السوحي، 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 عبد الله مشواحي، يوسف السوحي، يوسف السوحي، عبد الله مشواحي، عبد الله مشواحي،
يوسف سوحي، يوسف سوحي، عبد الله مشوار، عبد الله يوسف سوحي، يوسف سوحي، يوسف سوحي، يوسف سوحي، سوحي، عبد الله مشوار ريف، يوسف سوحي. شوية الصمت الإخوة. عبد الله مشوحي. عبد الله مشوحي. يوسف. يوسف سوحي. يوسف سوحي. عبد الله مشوحي. يوسف سوحي. عبد الله مشوحي. عبد الله مشوحي. عبد الله مشوحي. يوسف سوحي. عبد الله مشوحي. أظهرت النتائج اللي شاهدتم عليها صويت لكم على اثنين أخوين زميلين الأصوات التالية. سي عبد الله المشوحي 14 صوت، وسي يوسف 27 صوت. اسمحوا لي اولا قبل ان نبدل التعليق في بابنا انا الاخوان ان اشكركم اولا على الانسيابيه اللي ساهمت العمليه لهذه الطاقم الاخوان المشرف على هذه العمليه وعلى النجاح ديالكم جميعا، ديالنا كلنا في التمرين الديمقراطي. قبل من شخصيا ولا الاخوان قبل ما نهنئوا السي يوسف كنبغي نهنئ السي عبد الله اولا. قلت كل شيء. في دوري مهني السي عبد الله المشوحي على إرادته خدمة زملائه وتقدمه لتمثيلهم ولخدمة الديمقراطية اللي عندي، وأهني السي يوسف السوحي الذي أقول له من الآن عليك أن تكون مجمعا وهذا الامتحان يبدأ من الآن، وأن يكون المكتب ممثلا للجميع ولجميع الأساسيات، وأن تعمل على حفظ بيضة التنظيم كما يقال ومشاكل الزملاء ثقيلة، ومسؤوليتك اليوم هي مسؤولية قيادة واحد المكتب اللي سيعمل على حلها إن شاء الله. العمل في التنظيم هو عمل جماعي، هو عمل ديال المكتب ماشي ديال المكتب فقط، ديال المكتب وديال المنخرطين في كل منخرطين من كل الأقاليم. فهنيئا وأعطي الكلمة للسيد رئيس المنتخب. تفضل.